من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير ما رأيته في التعليقات وقرأته أنه يقول هذا الرجل أنه خيار ومفتي يفتي عنه. طبعا كثير من العلماء من كان حطابا ومن كان يسقي الماء للمدينة وهو عالم، والآن أنا أعرف من أصدقائي أحد علماء الدين رجل خيار، وهو طبعا مهنة شريفة حرة عاشت بها عوائلنا كثير من الزمن، واليوم أنا هاي المهنة طبعا أنا تعمدت اليوم أنها خير قدامكم، لكن أنا تركتها من فترة طويلة، تركتها لابني، واليوم هو لي معيش العائلة بها هاي يعني الخيار. فلا يهم أن يكون طالب الحوزة مفتي أفضل من ما يمد إيده ويعيش على بعض الصدقات وبعض الأكاذيب وبعض المفتعلات اللي يفتعلها وياخذ أجر مكانها، وهو طبعا الأجر يعني جاي من طريقة مخادعة لا يقبل بها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا كل إنسان مؤمن، بل حتى الشيطان لا يقبل بها. نعم، أنا قلت لكم أنه أنا منتي خيار، وهذا شرف لي، وهذا طبعا محلي إلى هذا اليوم أنه ابني بي قاعد يشتغل والحمد لله رب العالمين. أما قضية أنه كثير، واليوم أنا راح أفتي على حساب كثير من الناس اللي هم ما يقبلون أفتيهم لأن أنا خيار. أكو قضية أنه اليوم الكورونا اللي هي موجودة، وعليكم السلام. وعليكم السلام. قضية الكورونا، استريح أبو علي، استريح. قضية الكورونا، طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الطاعون في البلاد، طبعا قول عن رسول الله، لا تدخلوا ذلك البلد ولا تخرجوا منه، يعني لا تدخل ذاك البلد ولا تخرج منه. إذا أنت دخلت وصاب الطاعون أيضا لا تخرج من عنده، وإذا خرج يعني وإذا لقيت أنه الطاعون قدامك فلا تدخل البلد حتى لا تنقل العدوى. إحنا اليوم الكثير أصبحت تخرج، خصوص الحدود العراقية، ما أقصد أي بلد، كل الحدود العراقية مفتوحة على مصلحتها، على مصلحتها. طبعا حرام اللي أنه يسافر لغير بلد، أي بلد يسافر له وين ما يكون الإصابة، لا تسافر ذاك البلد ولا انه ترجع، يعني ترجع انه المواطنين اللي هم تابعين البلد ترجعهم الا من بعد فحص، من بعد عنايه، من بعد عنايه مشدده تتاكد منه ومن صحتهم، حتى لا تنقل العدوى الى بلادك ولا تنقل العدوى لبلاد غير بلادك. وهذه ايضا خلي يكون انه حسب اللي تكلموا عنه وقالوا انه خيار، انا مهنتي خيار ومفتي ناقل الفتوى، ليس بمفتي، ليس بعالم، لكن انه ما نراه ونجده في الادله المحزنه باستطاعتنا نقله، واما اذا ما باستطاعتنا نقله يعني ما نعرف له، هناك من يوجد اعلم منا ويسهل علينا الطريق والاختيار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.